تعرف على طريقة كيفية حل المشكل، شرح لي دخول المسار المتمدرس. نقوم بالضغط هنا على جوجل خاص بكم، بعدها سوف نقوم بكتابة هنا البحث على المسار، سوف يظهر على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الفضاء خاص بالتلميذات والتلاميذ. هنا سوف نقوم بكتابة اسم المستخدم، وهنا سوف نقوم بالضغط على بكتابة كلمة المرور. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تسجيل الدخول. بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الدرع لراحة العينين. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.